عاوز تكسب من 20 دولار ل 30 دولار يوميا، بتفهم في حاجة أو ما بتفهمش في حاجة، تليفونك بس اللي عاوزينه منك. بس قبل ما نبدأ في الشرح، اشترك في القناة وفعل زر الجرس واضغط على كل الإشعارات عشان خاطر يوصل لك كل جديد. تابعونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة القيصر للمعلومات، فأهلا بكم من جديد. إن شاء الله من خلال قناة القيصر للمعلومات هتكسب من الإنترنت، يعني هتكسب من الإنترنت، سواء من اليوتيوب، سواء من إنشاء مدونة بلوجر، سواء من المواقع. إن شاء الله من خلال اشتراكك بس مجانا، من خلال اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس ومتابعة هذه القناة هتكسب إن شاء الله، يعني هتكسب من الإنترنت. النهاردة جايب لكم موقع خرافة بالنسبة لكم، تمام؟ خرافي 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 بالنسبة للأرباح، خرافي بالنسبة للمبتدئين. ليه؟ لأنك أنت هتكسب مني من 20 دولار ل 30 دولار بدون ما تفهم في أي حاجة. ما تقوليش أنا هفهم في إيه عشان أكسب من الإنترنت. الموقع دي أنا هقول لك على 3 طرق من خلاله تكسب منيهم. مش محتاج منك أي خبرة، مش محتاج منك إلا غير تليفونك بس. كمل معايا الفيديو للنهاية، يا ما ضيعت وقت في الترفيه على اليوتيوب، فاستفيد من الفيديو دي اللي هيقدم لك المعلومة. طبعا نأسف على سوء جودة الصوت، سوء جودة الصورة، بس أهم حاجة المعلومة اللي في الفيديو نفسه، أهم حاجة في المعلومة اللي هتفيدك. خلونا نكمل الشرح بتاعنا مع بعضنا مباشرة، ولكن تنويه قبل ما نبدأ في شرح الموقع اللي هيكسبكم ذهب إن شاء الله. أنا بعمل دورة على اليوتيوب، الدورة دي عن كيفية إنشاء مدونة بلوجر والربح منها من 100 إلى 150 دولار كمبتدئ، تمام؟ الدورة دي هتكون من 8 فيديوهات إلى 10 فيديوهات. شاهد الموضوع دي من أنجح المشاريع على الإنترنت، من أفضل المشاريع على الإنترنت، هو مشروع إنشاء مدونة بلوجر والربح منه. إيه يعني موقع ما فيش إلا كله مجانا بدون أي تكلفة، تمام. نبدأ في الشرح مباشرة عشان خاطر ما نطولش على بعضينا. الموقع هو موقع كفيل يا شباب، زي ما الواجهة دي جايباني. طبعا الموقع ده عشان خاطر نشتغل عليه وعشان خاطر نجيب أرباح على الموقع دي، لازم نعمل تسجيل حساب باسمنا على الموقع. التسجيل سهل جدا جدا جدا، ممكن تسجل بحساب جوجل أو بالفيسبوك أو بحسابك في تويتر، وممكن تكريت حساب جديد، ولكن ما أنصحكش بتسجيل بالفيسبوك عشان خاطر ما يعملش إعلانات عنديك، تمام. كريت الحساب، اكتب اسمك باللغة اللي انت عايزها، ادخل الايميل او البريد، تمام. هتدخل اسمك الاول، اسم العائلة، كلمة المرور، ما شابه يعني، تمام. وهتضغط على انا لست روبوت روبورت عفوا، وهتضغط على لقد قرأت وأوافق على بيانات الخصوصية وشروط الاستخدام، تمام، وهتأشر عليها كده وهتضغط على تسجيل، تمام. طبعا أنا عامل حساب، يعني مش لسه جديد، هعمل حساب جديد. أنا هضغط على تسجيل الدخول، تمام يا شباب، تمام. إزاي نكسب دلوقتي على أو من خلال موقع كفيل؟ موقع كفيل عشان أديلكم معلومة سريعة كده، هو نظام إعلاني بياخد الخدمة بتاعتك وبيعملها إشهار، بيعملها إعلان مجانا، تمام. طيب إيه هي الخدمة بتاعتك؟ طب أنا ما معيش خدمات أقدمها، تمام. أنا هقول لك على شوية 3 طرق للربح من موقع كفيل، بس هوريكم عينة من الأرباح بتاعت موقع كفيل، تمام. شحن رصيد، تمام، خدمة بيقدمها واحد، شحن رصيد. طيب طلبات مباعة اليوم 100 طلب، طيب 100 في 5 $500 يوميا، الشخص دي شغال $500 يوميا، تمام. اعلن على مدونة نبض الكمبيوتر، 1 طلبات، ده لسه جديد، ده لسه ما يكملش ساعة الطلب، تمام. وبنبص على ده يا شباب الارخص والاسرع في تعبئة الرصيد، خدمة بيقدمه، تمام، ومش تعبان في اي حاجة، وبيبقى فيه شركة وساطة
تمام. المهم يعني ما فيش داعي للتفاصيل، طلبات مباعة 313 طلب يا شباب في 5 دولار، تمام، في 5 دولار، قالب سيو بلس ب10 دولار. المهم عشان خاطر ما نطولش على بعضينا، انت بتقدم الخدمة بتاعتك، تمام. ايه هي الخدمة بتاعتك دي؟ انا هقول لكم انتوا هتقدموا ايه، انا هديكم الحاجة اللي انتوا هتقدموها بدون ما تتعبوا في اي حاجة، تمام. بس كمل الفيديو للنهاية، كمل الفيديو للنهاية، هديك المعلومة اللي مشفاية اخر الفيديو، هديك المعلومة اللي انت هتستفيد منيه اخر الفيديو، بس نشرح الموقع اولا، تمام. زي ما قلنا شباب، اللي هي دي الخدمات، انا عاوز مثلا اقدم خدمة زي الخدمات دي عشان خاطر تجيني طلبات شراء، تمام. طب انت هتقول لي انا اعرض ايه، او انا هضيف خدمة ايه، اضافة خدمة يا شباب. انا هقول لك هضيف خدمة ايه يا شباب، هسيب لك اسفل هذا الفيديو الكثير من المواقع الاجنبية، تمام، هسيب لك مواقع زي دي اجنبية، تمام. فمثال هنخش على الموقع ده مثلا، تمام، هناخد المقالة دي وهنترجمها يا شباب ونقدمها على موقع كفيل، خدمة بيع مقالات، تمام، خدمة بيع مقالات. هناخد المقالة دي كوبي زي ما هي كده، تمام، هناخد المقالة، تاخد المقالة في آلاف المقالات، تمام، هقدم لكم مواقع بتقدم آلاف المقالات، هتاخدها وتترجمها على ترجمة جوجل، تمام، وتعدل فيها شوية حاجات كده بساط، تمام، وتقدمها على موقع كفيل، تعمل إعلان عن كتابة مقالات، احترافية في جميع التخصصات، تمام. ده إعلان، وهتختار القسم اللي انت هتكتب فيه، تمام، اللي انت هتنشر فيه، أعمال برمجيات، تسويق إلكتروني، تصميم ورسومات، كتابة وترجمة، هنخليها في كتابة وترجمة، اختيار القسم ما فيش داعي، تمام، أو مقالات ومراجعات، ما فيش أدنى مشاكل، هتكتب وصف إن أنا بكتب مقالات وببيع لك المقالة ب5 دولار، وأنت المقالة مش معاك تاخد في يدك 5 دقايق ترجمة وتعديل، تمام، يبقى أنت ممكن يجي لك، لو يوم ما مش هيجي لك، هيجي لك 5 أو 6 طلبات لمقالات، يعملوا لك 30 دولار، مش هيكملوا معاك شغل ساعتين، ساعتين بالظبط. طيب هتقول لي الموضوع صعب شوية ومش عارف ايه وكذا 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 وكذا، هقول لك يا سيدي انا هقدم لك موضوع تاني، الطريقة التانية، الطريقة التانية تكتب اعلان انك انت عن تصميم مواقع، تمام، تصميم الموقع مثلا، انت هتعمل تصميم موقع ب15 دولار، تمام. اهدى علي وانا هوري لك مين اللي هيعمل الموقع، انت هتبقى نظام سمسار، انا هوديك لشركة بتعمل تصمم المواقع بارخص الاسمان، تمام، بثمن يعني بثمن رخيص جدا، وانت هتبقى سمسار، هتاخد 5 دولار مثلا، هتدي للشركة 10 دولار وانت هتاخد 5 دولار، ما في الا انت بتستخدم موقع كفيل لانه بيقدم الخدمة بتاعتك وبيعمل لك اعلان مجانا، تمام. الموقع ده يا شباب تقدر تكسب منه من جميع، يعني في جميع الأحوال، ممكن تبيع عليه صور، ممكن تبيع عليه مواقع، تنشئ مواقع، ممكن تبيع عليه متابعين تويتر أو انستجرام أو فيسبوك، حسابات فيسبوك، خدمات كثيرة جدا 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 جدا. ليه الموقع ده بالذات؟ عشان خاطر الموقع ده شغال، تمام، الموقع ده عليه ضغط في الشغل، يعني هو معروف انه بيقدم خدمات، فالناس اي واحد بيحتاج خدمة بيخش على موقع كفيل، وهذه معروفة للجميع، تمام. الموضوع سهل وبسيط، واسهل من اسهل طرق الربح من الانترنت هو موقع كفيل، استفيد من هذه الخدمة، تابعونا في دورة بلوجر، هتستفيدوا جدا جدا جدا، والافضل من موقع كفيل انك انت تخوض معانا موضوع دورة بلوجر. ليه؟ لانك انت هتشتغل في الموقع دي، الموقع ده هيدخل لك يعني الارباح عن يوم عن يوم بتفرق، بتوصل ل1000 دولار الارباح في الشهر يا شباب، فانت استغل الدورة دي، لان الدورة دي لاخر تحديث في بلوجر 2020، تمام، والدورة مش هتطول، 8 فيديوهات بالظبط،
تمام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس واضغط على كل الإشارات عشان خاطر يوصل لك كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.